سلمى، مرحبا بكم الناس الكل اللي تتابعوا فينا على القناة الوطنية الثانية. هذا هو هاشتاج ثقافة، مواصلين تأمين تظاهرات وأحداث وأنشطة ثقافية على الساحة الوطنية في تونس العاصمة وإلا في الجهات. المرة هذه باش نكونوا من الاثنين للسبت حاضرين معاكم بمتابعات يومية وحينية. حصتنا تبدأ توا، مرحبا بكم الناس الكل. دار أنشطة دار الثقافة منزلة ميمتن تنظيم تظاهرة ثقافية بمشاركة مع مهرجان نيابوليس لمسرح الطفل والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل. تظاهرة كانت تخلتها عروض عديدة وأنشطة للطفل. التظاهرة هذه احكيوا فيها زيادة حتى المديرين والهيئة اللي واقفة على إدارة المهرجان على الصعوبات وعلى الإشكاليات اللي كانوا تعرضوا لهم. خلينا نكتشفوا التفاصيل في الروبورتاج هذه ثم نواصل. لينا شبيك لبرا انت؟ اخر ما لقيتش بلاصه للعرض. ومعبيه السنه الداخله؟ اي. والعرض شبيك جيت متاخر ولا خاطر هي السنه معبيه؟ لا خاطر حطوا في الورقه العشرة ونص. اي وسنه تعبيت توك. اي واش ترسيك تتفرج في العرض ولا؟ اي وين هي السنه معبيه خلوك لبرا؟ واش تطلب هي؟ تعاود العرض. تعاود العرض. جاو برشا صغار مسكنات وقعدوا بعد الوقت قالوا صالة صغيرة وما ترفعش معناتها، وهو ترى معناها برشا صغار نورمال ما يدخلوا هيك هو ولا غالب كلهم يحبوا يدخلوا يتفرجوا ما لقاوش بلاصة. ما لقيناش بلاصة. مطلبنا عودة العرض. جاب الصغار لقيت الصالة ما كومبلي ما حبي يعاودوا ما نجمو قالوا ما نجموش نعاودوا نستناو ما نعرفش يعاودوا الناس العرض مرة أخرى ولا نشوف كيف.
كريمة زتميم معناها الفضاء الوحيد والوجهة الوحيدة لأبناء المنطقة وخاصة للأطفال. وبحكم اللي القاعة معناها ما تتسعش فيها كان 278 بقعة كيف ما حكينا، معناها ديما نقعوا في الإشكال هذايا، نعملوا كومبلي ومن بعد تقع لنا إشكالية مع الفرق اللي متعهدين معاها للقيام بالعروض إلى آخره. معناها احنا عندنا التزامات وفهمت، ومن حق الاولياء والوديات هذوما باش يجيو يتفرجوا فهمتني، رغم اللي معناها المنطقه دار ثقافه بعيده على وسط البلاد بالباهي، ويعطيهم الصحه هما اليوم جاوا عملوا مجهود كبير ياسر لي بارون والوليدات فهمتني، باقيه ديما تتعرضوا للاشكال هذا، وهي المعضله المتمثله في انها قاعه العروض صغيره برشا فهمت كيفاش. المطلوب هو فضاء أكبر معناها يليق بمدينة مازلتميم، ثم معناها يلزم يفكروا في إيجاد حل للقاعة، هذا تم اقتراحه قبل بعامين على أساس باش يجيدوا في التوسعة، لكن تعرفوا اللي دار ثقافة محدثة جديدة، ومعناها هذا هو الإشكال اللي نعانيو فيه تو بالحق. نعتذروا للوليدات الصغار، وهذا حاجة شرفنا إحنا إنه ثم شغف وثم متابعة للفعل الثقافي وللنشاط نتاعنا في دار الثقافة. بقية زاد احنا راهو نحكيو على الجودة الثقافية ونحكيو على الحق الثقافة ونحكيو على مازلت ميم مدينة كبيرة جدا معناها، وهذيك هي إمكانياتنا احنا اللي متوفرة في دار الثقافة رغم حداثة عهدها. إن شاء الله معناها السلطة المعنية تعطينا بعين الاعتبار معناها في تفكير بجدية للمدينة هذه اللي تستحق مركب ثقافي. في مازلت ميم في دار الثقافة تشوف صغار اليوم عطلة، سي نورمال بعد الستريس والتعب نتاع القراية توتا في نورمال باش يجيوك برشا صغار اليوم مع الأولياء ولها راحت دون بليس راحتهم. هاو جاو الصالة كومبلي خاطر الغالب صالة صغيرة طاقة الاستيعاب تاعها ما تفوتش 300 كرسي، دونك اوبليجي باش نعاودوا سبيكتاكل الاخر ولو حتى قعدوا المجموعه هذيا ما يجاوش يروحوا هكاكا ان شاء الله بقدر ربي، هاو باش نعاودوا السبيكتاكل الاخر توا بعد هذا. Magic, 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 magic.
عزيز. عزيز فاش تفرجت؟ تفرجت في عرض مسرح. وعجبك المسرح؟ وشو اخر عجبك فيه؟ عجبني فيه روح طفوله. فيه روح طفوله. كيفاه سحر العصاي سحرها مع سحرها حمراء وبعديك سحرها بيضة. هكا الدمية كلي تتكلم ضحك على الاخر. كنا وكبنا ندوة الصحفية يفتتح مهرجان بوهليل للتراث والسياحة بحضور عديد الشخصيات والجمهور والناس جيت حتى من المناطق المجاورة لمنطقة بوهليل. المهرجان يفتتح بسهرات وفقرات فنية عديدة بمشاركة جمعية مغاربية لشط الجريد. خلينا نكتشف التفاصيل مع مراد مزيد وطيب بن حسن. هنا في شط جريد وعلى بعد كيلومترات من قرية بوهليل من معتمدية دقيش والتي تحتفل بمهرجانها للسياحة والتراث في نسخته التاسعة، توجه جمع غفير من الجماهير لمتابعة عديد الفقرات الاستعراضية لفرق مشاركة من المغرب واليابان والتي تزامنت مع غروب الشمس وإطلاق بالونات نارية زينت سماء شط جريد. الفقرات الأخرى كانت انطلقت البارحة إذن الفعاليات بسهرة صوفية بعرض غرام الحضرة لرياضي اليونسي، ثم غدا إن شاء الله يوم 17 في اليوم الثالث من المهرجان في ساحة سيدي بوهليل عندنا عرض السلاح وهو عرض من إنتاج المهرجان، عرض من فكرة فاروق الخالدي وإخراج عبد العزيز قزي باش نظهروا فيه الموروث الشعبي والمادي لسيدي بوهليل، ثم كذلك عرض للفرقة الهندية رودراكشوم التي ستكون حاضرة ببناتنا في إطار التعاون الفني والتبادل الثقافي الدولي. بالنسبة لمسك الختام سيكون إذن يوم 18 ديسمبر في ساحة سيدي بوهليل ويتزامن مع زيارة الولي صالح سيدي بوهليل بالفولكلور. سيكون حاضر ما بيناتنا كل من الفنانين محمود العرفاوي وجمال الدين الصحبي وكيف كيف إعادة لعرض الطبول الياباني. جمعية الثقافة المغاربية والتي قدمت عديد اللوحات الفنية جمعت بين الفن التشكيلي من خلال معرض يحمل بصمة فنان من دولة المغرب الشقيقة. أول مرة أحضر فعالية مهرجان بهذا الشكل وبهذا التميز الذي وقفت عليه عن قرب. أنا فنان تشكيلي، شرف لي أن أكون إلى جانب إخواني التونسيين من منطقة أبو هلال، فكما توصلت بالدعوة فالمهرجان يخص الولي صالح بوهلال، فاللوحات نتاعي ركزت على الأولياء والأضرحة والزيارة نتاعها، وحاولت في ظرف قصير يعني مدة شهر أنجزت 8 لوحات معروضة الآن في بوهلال، وهذا شرف لي. جيت سعيد أنني نكون متواجد معكم في هذه الاحتفالية، وأتمنى من الله العلي القدير أن أكون حاضرا السنة المقبلة إن شاء الله حتى أواكب مع إخواننا التونسيين وخصوصا ساكنة بوهلال والنواحي فعاليات هذا الملتقى الروحاني الملتقى الديني الذي حقيقة عشته بالأمس في حفل الافتتاح، كان رائعا رائعا رائعا. شكرا لكم جزيلا على كل ما قدمتموه لنا كوفد مغربي الذي حضر فعالية هذه الدورة. وفي الخيمة التي تزينت بأطباق من الحلوى القادمة من المغرب والتي حملت أعلام الدولة التونسية والمغربية كعربون محبة بين الشعبين.
جاتني لراسي نعمل علم مغربي وعلم تونسي بيمثل المحبه والسلم والاخوه وكل حاجه مزيانه وهادشي اللي كاين. اللباس التقليدي والقفطان المغربي وكذلك اللباس الرجالي كان حاضرين في هذه التظاهره. الأقمشة مختلفة وألوان متعددة وكل واحد على حسب الذوق ديالو، كل واحد على حسب شنو يحب. احنا نخيطوا ليه احنا كتعاوني الضي الهدى القفطان المغربي، أتواب مختلفة وتحمل السفيفة هذه تسمى السفيفة، تعمل من الحرير يعملها المعلم تسمى خدمة المعلم، والترافاي كيكون أشين الرجال والنساء هي تسمى خدمة المعلم. حاليا يقوموا الرجال والنساء، كان النساء يقوموا بتطريز والخياطة كيخيطوا بالإيد السفيفة والعقاد، والعيالات يقوموا بالتنبات، كان النساء زعما النساء المغربيات. أنا اليوم هنايا في هذا المهرجان في الدورة التاسعة ديالو بدعوة من الجمعية المنظمة وممثلة من أعضاء الوفد المغربي، على أساس أنني طلبوا مني مداخلة أو عرض حول دور الأضرحة في المجتمعات العربية والإسلامية وخاصة في المغرب. أنا جد سعيدة بوجودي هنا في هذا المهرجان، أول مرة سمحت لي الظروف نزور الدولة الشقيقة تونس العزيزة، الله يبارك فيك، ونتمنى أن المشاركة ما تكونش أول مرة وآخر مرة. إحنا الحمد لله أشقاء وحباب وخوت ووطن عربي كيجمعنا كاملين، فالشكر موصول لكل من ساهم في تنظيم هذا المهرجان، والشكر موصول للإخوان اللي استدعونا، ونتمنى أن كل شيء مر على خير ونلتقي في المغرب لما لا في مهرجان من المهرجانات الثقافية، وتكونوا حاضرين معنا وتشرفونا، وهذا غيكون يعني أسعد يوم عندنا في بلادكم الثاني اللي هو المغرب. الشاي المغربي احنا يعني في تقاليد انا كنوضعوا الصينيه معها البراد والغلاي، يعني اننا لما يجي عندنا ضيف او في بيتنا يعني نعمروه وهو يشوف فيه. كنقوموا المره الاولى بحبوب الشاي ممتازه الشاي الاخضر، ونقوموا كنقولوا احنا تشليله يعني ننظفوا تنظيفه اولى ثم ثانيه وثالثه، وبعدين نصب عليه الماء ونتركه يغلي على نار هاديه، وبعدين النعناع معناها بلغة أخرى القعدة تعطوها قيمتها تعطوها الرونق يعني مع حتى اللباس مع السمر ومع الحديث حتى اللباس تقليدي مميز. نعم المغرب كاين على اللباس نعم الرجال. نعم المغرب يمتاز باللباس التقليدي وهو الجلباب، هذا الجلباب اللي عندنا احنا في جميع المناسبات، هو يعني احنا تورثنا عن جدودنا، وما يميزه هو انه عنده هذا القوب يعني ثم هذه الطربوش الوطني احنا نقولوا له. نعم ينطلق عرض السلاح بعودة الولي صالح سيدي بوهلال السدادي إلى منطقة توزر، حيث ساهم في نشر المذهب السني والمذهب المالكي في القرن السادس هجري. اشتغلنا على هذا المنهج لنبرز قيمة الأولياء الصالحين في هذه المنطقة، وكذلك الإشارة إلى عديد الفقرات التراثية على غرار الاحتفالات بئر ماجر أو عين ماجر كما تسمى في هذه المنطقة، من خلال عديد الفرق الصوفية التي ستكون حاضرة من كافة ربوع الجريد. التظاهرة الثقافية تابعها جمهور حضر من داخل ولايات الجمهورية، ونوهوا بهذه التظاهرة معبرين عن إعجابهم بما تزخر به ولاية توزر من زخم تراثي وجمال طبيعي مميز. احنا أول مرة نجي لا جينا برشا مرات للجنوب لسد جريد، قعدنا لنا عملنا برشا جو نستناو في وقت العرض وقتاش يبدا العرض وقعدنا دبرت كل شيء، قعدنا ونرسمت كتبوا لنا اسامينا
عاونت في عملت فرغت المطويات وقفت ستوب عطيت المطويات عملت برشا حاجات تاع الكراب باش يحافظوا على سلامتهم كي يتعداوا الطريق. عجبك المهرجان؟ ايه. انت وشكون جيت من المهديه؟ اختي وخويا وماما وبابا. عجبك الجنوب؟ ايه. شنو عجبك فيه؟ وين حوست وين مشيت؟ مشينا الكوادات ومشينا الاوتي الصحراء والصحراء ومشينا تاني. فرقة الطبول اليابانية بآلاتهم ورقصاتهم وغنائهم ولوحاتهم الفنية التي تفاعل معها الجمهور الحاضر. مواكبات ومتابعات لأخبار وتظاهرات ثقافية عديدة إن شاء الله تلقاوها كل يوم من الاثنين للسبت معايا ومع زميلتي إيمان وبقية برنامج هاشتاج ثقافة. هكذا نكون وصلت معاكم لنهاية برنامجنا. مقعد لي كان باش نقول لكم كنت بحال خير وباي باي.